خلصنا يا ولد العميد. يلا يا شباب انت فعيانا شو انت عسر عميد هيك قضى 93 مدني حتفهم بعد استهداف هذا الحي وأصيب أكثر من 540 من المدنيين بحالات اختناق. نحن نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة لأنها جريمة ضد الإنسانية، كما نطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين وإلزام بتعهدات وقف القصف بالإضافة إلى حماية المنشآت الطبية ومراكز الإسعاف. يا ناس